31/5/2018 تغيرت حياتي كلها. 4 سنين والأخوة بعاد عن بعض. أنا وخيي ما بحكي. فجأة إنه صار كل واحد بميلة. صاحبته. هالبنت نازعة 100 شاب. صرنا نشتغل اللي نطلعه نحطه مخطر. لما الزعل يكون من أقرب الناس إلنا بتكون الصرخة من القلب. بس تنحلصت أنا وعمي بتنحلصت أنا ومرتي. بدي بيجي لأني أنا عصبي بخوف بقدر بتضربي. لا. زعور بتعاطى حبجي. مين بيقبل على حلو هيدا؟ بس آخر همي حكي العالم. ما بدي إياه ما بدي إياه ما بدي إياه. وقت عصبي. لما الزعل يكون من أقرب الناس إلنا بتكون الصرخة من القلب. ضيوف الليلة إجوا والعتب بكل كلمة من كلماته. بعملية التفاوض الأولى عبد الحميد بيقول حبة جوزها وجابوا بنتين. الظروف قسيت عليهم. الحل كان يسكنوا مع أهله وصاروا بيت واحد وعائلتين. شو صار ولا طلب من المفاوض يكون صلة وصل مع عمه والد زوجته ومش زوجته؟ البداية مع الطرف الثاني. الطرف الثاني جاهز للمفاوضة بس قراره كان محسوم من قبل ما تبلش، والمفاوض كان همه الأساسي أنه السيد عمر يسمع صهره للآخر وبدون حكم مسبق. بنت نفرت منه وأنا نفرت منه. يعني كمان انت ما تدخلت ابدا. انا اخذت قرار من بعد قرارها هي. بس قبل مثلا ما كنت الا طولي بالك او شو بدك فيه او او كثير. بس هو ما مش اخوه. طيب السيد عبد الحميد هون بس بمطرح تاني وراح نسمع شو عنده بده يقول عنده، وانت راح تسمعه وتشوفه على هيدا التلفزيون هون المونيتور. من بعد ما ندردش نحن وياه ونسمع شو عنده وشو بده يقول وشو طالب وشو مظلمته وشو مشكلته. يا استاذ الحبيب، نعم، هذا زلمه فشل، يعني هو كذاب واهله كذابين من الاخر كمان كله حرومي. طب ليه جوزت بنتك؟ انا عارف هيك يا استاذ. الزلمه هذا يعني شو ما نعمل ما في منه نتيجه. طيب انا هذا رايك وبحترمه ويمكن معك حق، بس هو لجأ لأنه يبدو واصل لمرحلة من اليأس أو مرحلة من التفاؤل أو مرحلة من الأمل، أنه لجأ لهذا البرنامج على أساس يحنن لك قلبك أو أنت ممكن تكون عبنتك. طيب يحن قلب بنتي أو إشي. بنتي ظابط عندهم. حلو كتير. بنتي أنا كانوا عاملين خدامة عندهم. يعني أنت برأيك راح عبيت أهله لحتى عبيت أهله. عم تخدم 5 شباب والأم والبي كل البيت علي. والبنت يعني وبنت أنا كنزور بنتي ما كنت فيني اقعد معي. قد ايه البيت كبير فيك كل البيت بشر. كبير قصر البيت، اوضه اوضتين نوم واوضه قد هيدي، حطين صوفه من هون وصوفه من هون. مين بيقبلها هيدي على حوله؟ مع انه والله الواحد بيزعل اذا طلب بنته. لا انا مبسوط. مبسوط لهالدرجه؟ اخر هم عندي ما اول مره وما اول وحده بتطلع بالعالم. بفهمك وكثير حلو اللي عم بتقوله. انك تدعمها وانك توقف حدها وانك تقول لها الدنيا ما فنيت انه انت طلقتي، وهي وظيفه الاب اللي بده يدعم بنته. ومن وظيفه الاب اذا حدا جاي تيعرض مشكلته كرمال بنته يسمعه وبعدين ياخذ القرار اللي بده اياه. انا بسمع له. نعم بسمع له كل شيء. وانا من هلا يعني قبل ما اسمع له بقطع له كارت دغري. طب اسمع له. قل لك ليش؟ قل لي. لانه هي بنتي بدها اياه. اسمعوا حضرتك هلا شو رح يقول وقل له هالحكي. ما بدي بيجي لاني انا عصبي بخوف ما اضرب وش ضربه. لا 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 هي انا القصص بالهداوي وبالعقل، فخلينا نتكل على الله. فوت احكي انا وياه. احكي انت وياه. بس انا يا استاذ من هلا اطول كارت اذا بنتي بتقول ايه وانا ما فيني الصبح. حقك قل له اياها بوجهه هلا، وانت بتسمع وبتعلق على حكي وبتقول له اللي بدك. او لا. ترجع بتفوت لعنده او بتقول له يلا ما في فيني جمله بفوت لعنده لاني بفزع انا مع انكع وشركاء. لا 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 ما في لي جمله. لا بدي اوقف انا بالنص لكلها. ما في لي جمله حبيب القلب. على روسي يا سيدي. على روسي. لكن حاتكل على الله وبنشوف شو بصير. ايه بس دغري طعدوا كارت عمي. يعني انت قول له انا بقول له هلا انا شغلتي تعمل وفاء ايه قد ما في. فانا راح فوت لعنده وانت اسمعه
وبعدين بنقرر. اتكل على الله، انا بس اريح القرار هلا يعني. طيب اوكي. من بعد ما اطمن المفاوض انه العم عمر رح يعطي صهره فرصه ليستمع له، كان لازم يتوجه بسرعه للاستوديو لتنطلق المفاوضه مع الطرف الاول. اهلا سيد عبد الحميد. كيفك استاذ عمر؟ تفضل تفضل. اول شيء اهلا وسهلا فيك ببرنامج المفاوض. وقبل ما نبلش خلينا نشوف هالتقرير. اسمي عبد الحميد محمد المصري، عمري 23 سنه، جاي اتفاوض مع عمي ولا زوجتي عمر بدر عواد كرمال يكون وسط خير بيني وبين بنته، نلم شمل عائلتنا ونجمع الاولاد كرمال حبنا. تزوجنا ب 28/7/2016، بعد سنه اجنينا ولد، بعد منا اجانا ولد تاني. قعد شي سنه ونص سنتين تقريبا بالاجار، هلا تسكرت الدنيا، صار ازمه وما في اشغال، وقعد فتره بلا شغل، اضطريت اقعد عند اهلي. صار شويه مشاكل تلاسون هي واختي، ما اتفقوا مع بعض. صحت لي سفره، سافرت على تركيا مع انه مرتي ما كانت راضيه، وهون بلشت المشاكل. بعد 3 شهور من سفري اجاني تليفون من اهلي انه مرتي تركت البيت، تركت الاولاد وراحت عند اهلها. رجعت من تركيا من شهرين، حاولت ظبط الموضوع ما مشي الحال، مرتي خلعتني وتركتني، والولاد مشتاقين لها وما انا عم تشوفهم. في عندي بنت صغيره ما انا وياها، في عندي الكبيره كل يوم بتسالني عنها، بتقلي وين الماما ومشتاقت لها وبحبها وبدي اياها. بقول لها انه انا بحبها كثير ومعلق فيها وما بقدر اطلع عنها. في 10 عمر بيني وبينها، وبقول لها انه انا ما ذنبي بهالشيء كله اللي صار. يعني اليوم ما في رجال ومرأة ما بيتخانقوا، وما في بيت احمر ما بيتخانقوا مع بعض، بتمنى منها انه تقبل مني هالشيء. اتجهت لقناه الجديد برنامج مفاوض ليجمعنا. سيد عبد الحميد، بالتقرير قلت انه مرتك خلعتك. صحيح. مش انه طلبت الطلاق. شو اللي ممكن يوصلها لمطرح مش انه تطلب الطلاق، تخلع يعني خلص؟ شو صاير لهالدرجة ما بقى بدها؟ ضغط المشاكل. شو هي المشاكل؟ مشاكل عائلية بالبيت. اي بيت؟ بيت اهلي هي واختي. ليش هي واختك؟ بدل لك بنت احمد وكنة. اوكي. ما اتفقوا مع بعض بالبيت. شو بتشتغل حضرتك؟ كنت شغال بالمرفأ وبسرح بالبحر. صياد يعني؟ بس بالبحر. صحيح. ما ما ما, ما تعلمت مصلحة تانية او دهان بيوت؟ يعني هي مصلحة في حال ما كان في موسم بالبحر مثلا، او ما قدرت تشتغل. صح، شيء بشتغل فيها. طيب شو السبب اللي حتى اخر شيء تنقل وتقعد الكني عن بيت الحما؟ ظروف عقصتني. اوكي، يعني قديه بقيت مرتك وانت عند اهلك؟ عاد فتره شي سنتين. جدي عنده اوضه تحت بيت اهلي. ايه، اللي هي اوضه كهرباء. اوضه كهرباء تبع البنايه؟ تاعت البنايه، الديجونكترات. صحيح. عاد فيها، عاد حد الديجون يعني اذا حدا تك ديجونكتر يدق عليك صحيح. عاد فيها. طيب وين صرت مستقل؟ وين المشكله لحتى مشاكل هي خلع؟ واختي. مشاكل هي واختي، على الطلعه والنزله سمح حكي، على الطلعه والنزله سمح حكي. وانه كانوا كثير يحبوا بعض. ايه. الاحلى من هيك سميت بنتي على اسمها. شو عندك اولاد اسمها؟ عندي بنتين لله، بنت 4 سنين وبنت سنه ونص. سنه ونص؟ سنه ونص سميت على اسمها، وانا كنت معارض على هالشيء. ومرتك سمتها؟ مرتي اللي سمتها. انت قد عمرك؟ عم بتطلع فيك هيك يعني كثير صغير. 23. يعني تجوزت عمرك 18؟ وقد ايه عمرها مرتك كان؟ تقريبا قدي. خلينا نرجع لعلاقه مرتك واختك. شو سبب المشاكل؟ ليش حتى وصلوا لهالمطرح؟ ما اتفقوا مع بعض. من اي ناحيه يعني؟ كيف؟ من نوع الغيره. كيف غيره يعني؟ انه اللي كان يصير لها لمرتي انه ما يصير لحدا، يعني ابي كان مدلل لمرتي وامي كانت مدلله، حرام، واختي كانت مدلله، ما بنكره، رغم ما بحكي مع اهلي انا هلا كرمالها. انا لحد لما بحكي مع اهلي كرمال، انا معاد اهلي كرمال مرتي. طيب بس انه هلا يعني من وراء الغيره صارت تفتري عليها وتفتح مشاكل؟ صحيح. طيب شو كان موقفك بس تصير هيك قصص؟ معلي من الاخر، مع مين كنت تصف؟ مع مرتي. اوكي. لا مع اهلي كرمال مرتي. كان عندكم اوضه لحالكم بقلب البيت؟ صح. مين كان كمان ساكن بالبيت غير امك؟ انا ومرتي واولادي وابي وامي واختي المطلقه. ايه. وشابين اخواتي. شي 7 8. انا بس يعني بأوضة لوحدي. يا زلمه 7، انه قد ايه حجمه البيت مثلا؟ اوضتين وصالون ومطبخ وحمام. قاعدين في 7 8؟ بصير الواحد يتخانق مع خياله، شيء كثير طبيعي. صحيح عم تحكي. طيب بس انه نرجع لموضوع الخلع. مشاكل مع اختك
او حتى مشاكل مع امك او حتى مع اي مشاكل، بس هذا ما بيؤدي للخلع. مش انه طلقني وراحت عن بيت اهلها مثل خلعت يعني. هي كبرت المشاكل لما سافرت. لوين سافرت؟ على تركيا. امتى هيدا؟ حكي مشي 3 4 شهور. شو رحت اشتغلت بتركيا؟ رحت على اساس كنت طالع على المانيا صراحه، واخد معي عيلتي. اوكي، بس رحت لحالي بالاول لامن على الجو، اشوف شو الوضع. وين تركت مرتك؟ عند امها. ما هي ابو وامها منفصلين. بس رحت على اسطنبول تركت عند امها. صحيح. كان في مشاكل هي واختك و... طبعا كانت هون تارك البيت. واي متى خلعتك؟ هلا من شهر. انت ومسافر هي خلعتك؟ لا. اوكي خبر. جيت رفعت علي الدعوة. بلغتني هيك فجأة؟ يعني انت جيت قلت لك تفضل انا انا رفعت عليك دعوة خلع؟ لا، لما كنت بتركيا قلت لي احكي مع اخوك الكبير يعمل عن هيدي كاتبة العدل وكالة. وكالة بخصوص الطلاق. قلت له انا ما بدي طلق. اوكي. لا اذا فيك تطلق انت ما تقصري، روحي طلقي، انا ما بدي طلق، انا ستني بدي اياكي وبحبك. طيب ما قلت لك ليه بدها تطلق؟ استاذ مسيا عمر قلت لك انه بخصوص مشاكل هي واهلي، وبنفس الوقت لاني سافرت ما كنت رضيني اني سافر. طيب المشاكل هي واهلك، انت شلتها حطيتها عن بيت امها. لما سافرت كانت عند اهلي. لما صارت المشاكل راحت عند امها. انا لما اكون موجود بالبيت ما حدا يحكي معي شيء، ينطروني بس اروح على شغلي تصير المشاكل. يعني انت بتلوم اهلك على المشاكل؟ طبعا. ليش تيصير في مشاكل اذا هي قاعده ببيتها مسدده ولو انه تحت بيت اهلها؟ بعد لما كنت قاعد بالاوضه كان مفروش وكل شيء. ايه ما قدرت كفيت القسم الباقي، شلت كل العفشي من البيت، هبطت كل شيء وعمرت من جديد. هي بهالفتره طلعت عن بيت اهلها. صحيح. هذا الشيء عصبها شوي. صحيح. صار المشكل، راحت عند امها واخذت البنات. لا، تركت الاولاد ورحت. طيب ليه ما اخذتها معك على تركيا هي والولاد؟ ما قدرت اخذها بساعة الساعة. انا كان وضعي صعب لما رحت على تركيا. وهي كانت موافقه على سفرتك على تركيا؟ ليه؟ ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ ما سالتها ليش مش موافقه؟ انه اكيد زلمه ومره بيحكوا انا مسافر. سالتها كثير، قال هيك ما بدايني سافر. هيك؟ اي والله. يعني بفهم انا انه انت وياها واصلين لمرحله من الخناق بين هلالين، حتى حديث ما في ليش بدي وليش ما بدي. صحيح. قد ايه بتحبها انت؟ كثير. كيف تعرفت عليها؟ كمان كنت بتركيا، كنت مسافر. ايه سافرت بالبحر فترة قصيرة بالبواخر. اشتغلت بالبواخر؟ طبعا. أوكي. سافرت. اوكي، كيف تعرفت عليها؟ كنت عم بحكي مع عمي، بتكون اما اخذة عمي اخو ابي نفس الوقت. لما كنت بتركيا حكيت مع عمي، عم بحكي معه عم بحكي مع مرت عمي اللي هي اما لمرتي بتكون. قلت له والله بس ارجع لبنان بفكر اخطب. قال لي عن جد هذا براسك؟ قلت له ايه والله. قلت له عيب ولا حرام؟ قال لي لا ولا حرام. لا طبعا. قال لي لك عندي عروس. قلت له مين هي؟ قال لي بنت مرتي. قلت له ان شاء الله الله يقدم لي فيه الخير. بعد قديش من بعد ما حكيته هاي الخبريه؟ ما في فتره قصيره، سبحان الله اجوا زياره لعنا على البيت، كانت ستي عايشه. يعني وهي اللي وافقت عليها. هي سنة. اللي اختارت لي اياها. ايه يعني ما في قصه حب بيناتكم كانت، يعني صارت هيك من لما فتح لي سيره عمي بتركيا. انا حبيتها بصراحه. حبيتها بدون ما تشوفها؟ لا ما شفتها. انا شفت صورتها مره واحده مع امها. وحبيتها هيك من مره وحدي على الصوره؟ سبحان الله دخلت لقلبي. ايه ما دخلت لقلبي سبحان الله. ما الحب كيف بيصير ما حدا بيعرف. ايه دخلت لقلبي البنات. كمان نهارتها كنت سارح بالبحر. ايه جاي من استراحه طالع على البيت، تعب شغل وريحتي سمك وعيضه. ايه بس هيدا ما منع الحب. حب إيه؟ من اول نظره يعني. صحيح. ايه فتره ما وصلنا نحكي على الواتساب ضليت انا وياها تقريبا شي 8 شهور. 8 شهور ما شفتها فيهم، بس عم تتواصلوا واتساب وكذا. طيب ورجعتوا رحتوا تطلبوها؟ صحيح. شو صار؟ لعمي اول شيء رفض. عمك بيا ابوها. ايه كانت الوسيله بيني وبين البنت جده الله يرحمه. ليه جده؟ جده لانه بصراحه هو اللي حكي مع ابوها وقنعه حننوا يعني. ايه طبعا جدا ما بنسيله فضله يعني. طيب بيا شو اسباب رفضه؟ اسباب رفضه سال عني ما خلوا شيء ما قولوا لي عني. مثل شو؟ زعور مشكله؟ زعور بطاطا حبحبجي. وانت هيك؟ لا. وليه قالوا هيك؟ انه هيك عالم عالم بتحب تبيض وجه كثير. طيب بس ما انه ما في دخان بدون نار يعني، هيك العالم ركبت اخر همي حكي العالم.